شهد مسرح البحرين الوطني مساء أمس انطلاق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 27، والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار حتى 27 من أكتوبر الجاري، حيث أحيا الفنان العراقي حسين الأعظم أمسية غنائية. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إن المهرجان يعد موعدا سنويا مستداما يمد بلغة الموسيقى جسور التواصل الحضاري ما بين مملكة البحرين والعالم، ويعكس الصورة الجميلة للبحرين وروح الانفتاح والتعايش التي تتحلى بها. وأشارت معاليها إلى أن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى حرص هذا العام على حضور الإبداع الموسيقي البحريني عبر فعاليات متنوعة تلقي الضوء على الممارسات السماعية للبحرين بشكل عام ولمدينة المحرق بشكل خاص، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن احتفاء هيئة الثقافة بالمحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018. ويضم جدول مهرجان البحرين الدولي للموسيقى هذا العام فعاليات أخرى عامة ومفتوحة للجمهور من معارض ومحاضرات وأمسيات فنية تستضيفها مواقع ثقافية عديدة في المملكة كالصالة الثقافية، متحف البحرين الوطني، مركز الفنون، شجرة الحياة، دار الرفاع ودار المحرق. هذا المهرجان في دورته 27 يقدم برنامجا خاصا بمناسبة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، ونحن هنا في مسرح البحرين الوطني لنؤكد أن التنمية المستدامة مرتبطة بالبنى الأساسية للثقافة. وهذا المسرح هو هدية من جلالة الملك في 2012 حين كانت المنامة عاصمة للثقافة العربية. دائما نحرص هنا في قطاع الثقافة في هيئة الثقافة على تقديم أجمل العروض التي تجذب الجماهير وتؤكد على أهمية السياحة الثقافية للتنمية المستدامة.